اقطع الكرة، أين أنت يا معاشو؟ أين أنت يا معاشو؟ كنا نتحدث عن الكرة، وكنا نتحدث أيضا عن مكر الكرة، وكنا نتحدث على يجب أن نحافظ على تركيزنا، وكنا نتحدث على أن المنتخب السوداني يرفض اللعب ولكنه يريد أن يمكر بين قوسين، فكان له ما أراد بهذه التسديدة القوية التي وضع في الزاوية 90. هاي الكرة جزولي دائما أمامه ثلاث لاعبين، ضربها كما جاءت بطريقة رائعة وممتازة، افتتح باب التسجيل. من هي؟ صورة معبرة، صورة معبرة، صورة معبرة، وصورة إن شاء الله يأتي بعدها الهدف، بعدها الهدف. يا سلام، يا الله يا الله، الحمد لله على الاستجابة. ما أروع هذه الصورة، صورة اللاعب يدعي في وسط الميدان ثم الدعاء، وهدف التعديل للمنتخب الوطني جاءت بعفوية، فجاء هدف. ماذا قال حكم المباراة؟ لماذا الحكم؟ لا، الهدف محتسب، هدف التعديل من شكال، رائع رائع رائع، شكال الراسية بعيدة، ممتازة ممتاز توزيعة شكال، من تابع الكرة بالرأسية الممتازة التي وضعها في الزاوية البعيدة أثلجت صدور الجميع بالرأسية من هذا اللاعب مندر تمين، يسجل هدف تمين في حدود الدقيقة 87. حكم المباراة في حديث مع اللاعبين السودانيين، قلنا بأنه أكثر من ضرورة، يعني الصورة يا نوفل، اللاعب الذي كان يتهيأ واللاعب الذي كان يتضرع من هناك بالدعاء، هاي الصورة الجميلة الرائعة للاعبنا، شاهد في زميله ودعاه ودعينا معاه فجاء الهدف، ولو انه محاسن الصدف. والمنتخب الوطني لا يستحق فقط التعادل في مباراة اليوم، المنتخب الوطني يستحق الفوز امام هذا الجمهور الرائع والممتاز، هذا الجمهور تسجيل هدف ثاني غير متخوف. شاهد وسط الميدان في 4 لاعبين سودانيين، وبالتالي وجب التفطن لهذا الامر. جزائرية الكرة على الجهة اليسرى من الدفاع لشكال، اصبح دائرة ايسر، تدخل الكرة في وسط الميدان لعبد الصمد بوناصر باتجاه الامام بالراس من بوتمين، رايع بوتمين، تسديدة من بوتمين، يا للروعة يا للمهارة ويا للبراعة ويا للقوة في التسديد وفي التنفيذ وفي التسجيل وفي الفرحة وفي كل شيء، هدف رائع في الوقت البدل الضائع لمصلحة المنتخب الوطني بريمونتادا تاريخية وكبيرة ورائعة في هذا اليوم المبارك، في هذه الليلة المباركة، ليلة 5 من جويلية، في عيد الاستقلال، بتسديدة قوية من بوتمين. ولا أروع من هذا الهدف، ولا أجمل من هذا الهدف، ما أحلاه من هدف وما أحلاه من انتصار على اللاعبين الجزائريين.